الحكومة الجديدة برئاسة مدبولي تؤدي اليمين الدستورية، والرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بأن تكون هناك خطة للتسليم والتسلم بين الوزراء للبناء على ما تم إنجازه. انتشار عناصر من القوات المسلحة لحماية المنشآت والمرافق العامة وتأمين الطرق لمعاونة وزارة الداخلية في تأمين احتفالات الشعب المصري بعيد الفطر المبارك. الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية يؤكد دعمه لطلب الحكومة الشرعية اليمنية لقوات التحالف العربي لتحرير ميناء الحديدة وإنهاء الانقلاب الحوثي. من مساء هنا في القاهرة الرابعة أو عفوا الرابعة نعم بتوقيت جرينتش، تحية لكم، وهذه نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من النيل. أدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلفا لحكومة المهندس شريف إسماعيل. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الرئيس كلفه بملفات التعليم والصحة لبناء الإنسان المصري والإصلاح الإداري لربط الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة بالرؤية الجديدة واستكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي والذي يمثل توجه الدولة رغم صعوبات الإجراءات. شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء الحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي اليمين الدستوري، وقد شهد التشكيل الوزاري الجديد تغييرا شمل 11 حقيبة وزارية أبرزهم وزارة الدفاع والداخلية، ليتولى الفريق محمد أحمد زكي وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزيرا للداخلية، هذا فضلا عن تولي الدكتور محمد معيط وزارة المالية، والفريق يونس المصري وزيرا للطيران المدني، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عمرو سميح وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة، والمهندس عمرو عادل وزيرا للتجارة والصناعة، والسيد هشام توفيق وزيرا لقطاع الأعمال، هذا فضلا عن تولي الدكتورة هالة السيد وزارة الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين صلاح وزيرة للبيئة، ليرتفع بذلك عدد السيدات في التشكيل الحكومي الجديد إلى 8 وزيرات. التشكيل الوزاري الجديد شهد أيضا توسعا في عدد نواب الوزراء ليصل عددهم إلى 15، بينهم 4 سيدات هم دكتورة منى محرز نائبا لوزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والدبنة، والمهندسة رندا المنشاوي نائبا لوزير الإسكان للمتابعة والمرافق، والسيدة نيفين رياض نائبا لوزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، والمهندسة غادة أبو زيد نائبا لوزير التخطيط والإصلاح الإداري. هذا وقد أعرب السيد الرئيس عن تمنياته للوزراء ونواب الوزراء الجدد بالتوفيق والنجاح في أداء مهام مناصبهم بما يحقق مصالح الشعب المصري وإلى أولوية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات والارتقاء بمستواها بشكل مستمر. تشكيل وزاري جديد أبرز ملامحه تغيير حقيبتي الدفاع والداخلية والتوسع في تعيين عدد من النواب للوزراء بينهم 4 سيدات نائبات لوزراء الإسكان والزراعة والتخطيط والتضامن الاجتماعي، فضلا عن تولي سيدتين الحقيبتي الصحة والسكان والبيئة، عهد قطعه السيد الرئيس على نفسه بتمكين المرأة المصرية خلال الفترة المقبلة بمختلف القطاعات، فضلا عن ضخ دماء جديدة من الشباب بالوزارة
الوزارات المختلفة، والأولوية أمام التشكيل الحكومي الجديد هو تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. من مقر رئاسة الجمهورية، آيات عبد اللطيف، النيل. والمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور، أهم التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة؟ بالتأكيد طبعا هناك عدد كبير من التحديات الداخلية، الاهتمام طبعا بالمنظومة المجتمعية، نتحدث عن الإنسان والتعليم والصحة والثقافة في إطار توجيهات السيد الرئيس في الخطاب الأول في بداية الولاية الثانية في مجلس النواب، وبالتالي هذه الحكومة مطالبة بطبيعة الحال بتنفيذ توجيهات السيد الرئيس في هذا المجال، والاهتمام بطبيعة الحال باستكمال المسار الإصلاح الاقتصادي وتصويب السياسات المالية والنقدية، ومحاولة طبعا بناء منظومة مجتمعية بالإضافة للي موجودة لمظلة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر يعني تضررا من عملية الإصلاح الاقتصادي. إذن نحن أمام حجم كبير من التحديات الداخلية، توجيهات السيد الرئيس في هذا السياق مهمة، وأعتقد أنها تأتي في سياقها وتأتي طبعا في إطار يعني ما نواجهه. التحديات الداخلية تستبق أي تحديات إقليمية أو دولية، وأعتقد أنه الخطاب التكليف تضمن هذا، وبالتالي نحن أمام مرحلة جديدة، هناك شخصيات واعدة كبيرة في هذه الحكومة، وهناك تنوع كبير في شريحة المرشحين الذين دخلوا الحكومة، وبالتالي في استبشار كبير جدا إن شاء الله تعالى بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي تستكمل مسار الإصلاح الاقتصادي. ويبقى طبعا توجيه الشكر لحكومة السيد شريف إسماعيل لأنها أدت في مرحلة صعبة للغاية. أعتقد أن الوجوه الجديدة قادرة على تحمل عبء تحمل المسار التحول السياسي والاقتصادي، وإن شاء الله تكون تعمل وفق أمرين. الأمر الأول هي سياسات عامة واضحة المعالم، الأمر الثاني منهج عمل وإطار زمني وفق للخطة الموضوعة، وأعتقد أنها ستكون تركيزها بالأساس على عملية الإصلاح الاقتصادي. هي مهمة صعبة، لكن إن شاء الله تعالى يوفق الجميع لما في خير الوقت. شكرا جزيلا لك الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. هذا وقد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي السابق الفريق أول صدقي صبحي ووزير الداخلية السابق اللواء مجدي عبد الغفار، حيث وجه لهما الشكر على كل ما بذلاه من جهد كبير في مكافحة الإرهاب وترسيخ الاستقرار في البلاد خلال الفترة الماضية. أكد السيسي خلال استقباله الفريق أول صدقي صبحي تقدير الشعب المصري لما تبذله القوات المسلحة من جهود وتضحيات للحفاظ على أمن الوطن واستقراره. كما أشار السيسي خلال استقباله للواء مجدي عبد الغفار إلى تقديره والشعب المصري للجهود المخلصة والتضحيات التي يقدمها رجال الشرطة من أجل الحفاظ على أمن الوطن. بدأت عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في الانتشار بجميع محافظات الجمهورية لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية لتأمين احتفالات الشعب المصري بعيد الفطر المبارك وتنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة. في إطار احتفالات الشعب المصري بعيد الفطر المبارك وتنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، بدأت عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في الانتشار لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية في حماية المنشآت والمرافق العامة وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية، وذلك وفقا لمنظومة متكاملة من التنسيق وتنظيم التعاون مع الأجهزة المعنية بجميع محافظات الجمهورية، حيث تم دفع العديد من الدوريات الأمنية والمجموعات القتالية وعناصر من الشرطة العسكرية وقوات التدخل السريع لمعاونة عناصر الشرطة المدنية في تأمين المنشآت العامة والأهداف الحيوية في نطاق مسؤوليتها وتنظيم الكمائن المشتركة والدوريات المتحركة التي تجوب الشوارع والميادين الرئيسية لبث الطمأنينة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين خلال الاحتفالات والتصدي لأي محاولة للخروج عن القانون. أعلن مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام أن اليوم الخميس هو المتمم لشهر رمضان، وأن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك. استطلعت هلال شهر شوال بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وقد تحقق لدينا شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوت هلال شهر شوال لعام 1439 من الهجرة
وقد وافق ذلك الحساب الفلكي. وعلى ذلك تعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم الجمعة الموافق 15 من شهر يونيو لعام 2018 من الميلاد هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1439 من الهجرة. تقدمت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زنب الشكر إلى كافة أجهزة الدولة بما فيها جهاز حماية المنافسة لما بذلته من جهود طوال الشهور الماضية لضمان مشاهدة المواطن المصري لمباريات كأس العالم على القنوات المصرية. كما تقدمت الهيئة بالشكر للاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيسه الذي راعى الحقوق ووقوفه بجانب الشعب بالشعوب المحبة لكرة القدم، مؤكدة أن ما حدث خلال الشهور الماضية كان مبدعا على كافة المستويات القانونية والإدارية وأيضا التفاوضية. كله هياخد، اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. هات شوية هات شوية هات شوية، انت هتلفهم عراطيس، اسكت يا جماعة من فضلكم. النظام ثم النظام ثم النظام. يا دكتورة دول مش عارفين ينظموا وقفتهم، هينظموا عيالهم؟ ونظم عيالي ازاي يعني؟ اوقفهم طابور؟ بعد اذنك يا دكتوره، ده جاي يهرج مش جاي يستفاد. معلش اشرح له بهدوء. تنظم عيالك يا خال يعني تخلي فيه فتره هاف تايم ما بين العيل الاولاني والعيل التاني. ويطلع قد ايه الهاف تايم دي؟ قولي لي بس الاول مين العسل اللي جنبك ده؟ ما تحرجنيش بقى يا دكتوره. انا مش بقولك انت، انا بتكلم على الطفل الجميل ده. ده عوض الهاف تايم ده، يعني لازم نعمل فرق من 3 ل 5 سنين بين عوض الاولاني وعوض التاني. طب ما نضمهم بقى ويبقوا عوضين. يعوض علينا ربنا يا دكتوره. نظم أسرتك تعيش في راحة وهنا، ده مفيش في الدنيا أغلى من الضنا. قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود إن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية لصالح مشروع قرار لتوفير الحماية للشعب العربي الفلسطيني يعد انحيازا عالميا للحق وإصرارا على مناهضة التسلط والاحتلال. وأضاف المحمود أن القرار يؤكد مدى حضور القضية الفلسطينية وتصدرها للمشهد الدولي، مطالبا الجمعية العامة بالعمل الفوري على تنفيذ القرار كما هو متبع ومقرر. على جانب آخر، استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجروحه التي أصيب بها أثناء مشاركته في المسيرات السلمية جنوب قطاع غزة. وذكرت وزارة الصحة في القطاع أن الشاب أحمد العاصي البالغ من العمر أو الذي استشهد متأثرا بجروحه التي أصيب بها في الرأس شرق خان يونس قبل عدة أيام. وباستشهاد العاصي يرتفع عدد الشهداء منذ 30 من مارس الماضي إلى 136 مواطنا في غزة والضفة الغربية، فيما أصيب أكثر من 15,000 آخرين. مزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من رام الله السيد عبد الله عبد الله رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي الفلسطيني. أولا، ما الذي يمكن أن يبنى عليه لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأمس؟ هذا القرار وبهذه النسبة العالية جدا في التأييد أعاد الثقة في القانون الدولي، أعاد الثقة في المؤسسة الأممية المسؤولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين، ولكن يبقى هنا التنفيذ. نحن نطالب الأمين العام للأمم المتحدة بأن مستندا إلى هذا القرار الذي صدر بالأمس وأن يعمل على تشكيل اللجنة الدولية التي تؤدي الحماية لشعبنا في وجه الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب في حق أبناء شعبنا. نعم السيد عبد الله عبد الله من رام الله، شكرا جزيلا لك. أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين على ضرورة الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية. وفي بيانه الختامي الذي صدر في ختام الاجتماع الطارئ للمندوبين الدائمين بالقاهرة، جدد مجلس الجامعة العربية التأكيد على استمرار دعم الشرعية الدستورية برئاسة الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي وفقا لقرارات مجلس جامعة الدول العربية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ودعم طلب الحكومة الشرعية لقوات التحالف العربي بهدف تطبيع الأوضاع وإنهاء الانقلاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المحافظات اليمنية وبشكل خاص في ميناء الحديدة.
هذا وقد وصل الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي الخميس إلى العاصمة المؤقتة للسلطة المعترف بها دوليا عدن من أجل الإشراف على العمليات العسكرية في محافظة الحديدة غرب اليمن وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية. ومن ناحية أخرى أكد سفير دولة الإمارات بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية جمعة مبارك أن عملية تحرير ميناء الحديدة من جانب قوات التحالف العربي جاءت بناء على طلب من الحكومة اليمنية الشرعية. بهدف إنهاء معاناة الشعب اليمني والقضاء على العناصر التخريبية التي تهدد الأمن القومي اليمني والعربي والملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف أنه تم إبلاغ وكالات الأمم المتحدة التي تعمل في اليمن مسبقا بأن التحالف الذي يدعم الحكومة اليمنية سيبدأ عملية تحرير مدينة الحديدة. في ضوء رفض الحوثيين للحل السياسي لم يكن أمام التحالف سوى اللجوء للحل العسكري لحماية الشعب اليمني وضمان وصول المساعدة الإنسانية إليه. التحالف أبلغ الأمم المتحدة بالعملية العسكرية على الحديدة ويناشد التحالف المنظمات الدولية بالضغط على الميليشيات لوقف استخدام المدنيين كدروع بشرية. السفير الإماراتي في الأمم المتحدة بجنيف عبيد سالم الزعابي أكد أن تحرير ميناء الحديدة سيسفر عن زيادة مباشرة في مستوى المساعدات الإنسانية إلى اليمن. ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران استغلت ميناء الحديدة لإطالة الحرب باستخدام الميناء في تهريب الأسلحة والصواريخ البالستية الإيرانية إلى اليمن، والتحالف العربي مستمر في التزامه بالعمل مع المجتمع الدولي لضمان أن يسفر تحرير الحديدة عن زيادة مباشرة في مستوى المساعدات الإنسانية إلى اليمن. من جانبه أكد السفير جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أن عملية تحرير ميناء الحديدة ذي الأهمية الاستراتيجية من جانب قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية جاءت بناء على طلب من الحكومة اليمنية الشرعية واستنادا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى الميناء، بما يسهم بشكل كبير في تخفيف أثار الأزمة الإنسانية في اليمن، إضافة إلى إعادة الزخم إلى العملية السياسية المتوقفة حاليا. السفير الجنيبي أشار إلى أن تحرير الميناء سيشكل ضربة قاضية للميليشيات الحوثية التي تستخدمه لجميع الأعمال غير المشروعة ويقطع شريان إمدادها بالأسلحة الإيرانية التي تستخدمها ضد الشعب اليمني، فضلا عن أن تحرير الميناء يعد خطوة مهمة للغاية من أجل توسيع رقعة الشرعية واستعادة أمن الملاحة وتكثيف منابع التهريب للميليشيات المدعومة من إيران. ميدانيا أفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم بأن القوات اليمنية المشتركة تعمل على تطهير مركز مديرية الدرهيمي وتستعيد السيطرة على مقرات حكومية جديدة من قبضة ميليشيات الحوثي. وقالت المصادر إن القوات اليمنية المشتركة توسع من عملياتها حول الحديدة ويفصلها كيلومتر أو كيلومتران عن مطار المدينة، وأضافت أن أكثر من 32 عنصرا من ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم داخل مدينة الحديدة. وتواصل قوات المقاومة اليمنية المشتركة تقدمها باتجاه المطار لتحريره من ميليشيات الحوثي. من المقرر أن تنطلق عملية عسكرية واسعة من الدرهيمي نحو الحديدة. المزيد من المتابعة انضم إلينا هاتفيا من عدن دكتور علي الخلاقي الأكاديمي والمحلل الاستراتيجي. دكتور، ما هي الأهمية التي أحرزتها القوات اليمنية المشتركة حتى هذه اللحظة؟ شكرا لكم. وفي الحقيقة أن القوات المشتركة المدعومة بقوات التحالف قد حققت نجاحات كبيرة في وقت قياسي خلال 24 ساعة الماضية، حيث أصبحت الآن على مفربة 2 كيلومتر من المطار، وكذلك بدأت عملية تحرير الميناء في وقت متزامن. ونحن نحن في مينائها الرئيسي بدرجة الرئيسية، ثم في مطارها وقاعدتها الجوية، وبسقوط هذين الموقعين اللذين اتخذتهما القوات المشتركة هدفا لهجومها، يعني نعم تبقى فقط بعض التفاصيل التي يمكن التعامل معها في أوساط المدينة.
تلك المجاميع المنتشرة أو القناصة، وستتكفل بهم المقاومة السهامية التي ترحب الآن بلحظة دخول القوات لتحريرها من صفوة الحوثي. طيب على الصعيد السياسي، ما الذي يمكن أن تقدمه الجامعة العربية من خلال اجتماعها الطارئ اليوم؟ الجامعة العربية هي التي تدعم وتدعم أيضا السلطة الشرعية مثل المجتمع الدولي، ويناط بها أيضا مهمة إسناد التحالف في إنجاز مهمته وعدم الخضوع لبعض الضغوط الدولية التي السنوات الماضية أن تؤجل معركة تحرير الحديدة تحت رداء من الكوارث التي قد تتعرض لها هذه المدينة، متناسين الكوارث الكبرى التي تسببت بها هذه الميليشيات جراء سيطرتها على هذا الميناء وتسخير موارده لصالح مجهودها الحربي ولصالح أيضا تعزيز قدراتها العسكرية من خلال طرق التهريب وتهديدها أيضا للملاحة الدولية وللأمن القومي العربي في هذه المنطقة، خاصة وأن هذه الميليشيات تمثل أجهزة أسيادها في إيران التي تغنت حينما سيطر الحوثيون على السلطة في عام 2014 ووصلت بوارجها وسفنها إلى الحديدة بأنها قد امتلكت العاصمة العربية الرابعة. وأعتقد أن هذه العملية ستحرر هذه المدينة وستقطع دابر التدخلات الإيرانية وتكون بداية العد التنازلي لهذه الميليشيات في بقية المناطق. نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور علي الخليل. أعلنت السعودية عن مبادرة إنسانية جديدة لمد الحديدة وغيرها من المدن اليمنية بالاحتياجات الضرورية والعاجلة من الأغذية والسلع. جاء ذلك في مؤتمر صحفي لعبدالله الربيعة المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة يتقدمون بمبادرة إنسانية جديدة تهدف إلى تكثيف وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر الحديدة لتشمل كامل المناطق المحررة من قبضة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وغيرها من المناطق. وصف الرئيس السوري بشار الأسد علاقة بلاده مع إيران بالاستراتيجية وإنها غير خاضعة للمساومة، مؤكدا تمسكه بالتحالف مع طهران ونافيا في الوقت ذاته وجود أي قواعد عسكرية إيرانية ثابتة في بلاده. كذلك جدد الأسد تعهده باستعادة كافة المناطق التي خرجت عن سيطرة الجيش السوري خلال السنوات الماضية، وأضاف أنه لم يتخذ بعد قرارا فيما يتعلق بالجنوب السوري وما إذا كان سيفرض سيطرة الجيش على المنطقة سلما أو حربا على حد قوله. على المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا أن مسؤولين كبار من روسيا وتركيا وإيران سيلتقون في جنيف في 18 و19 من شهر يونيو الجاري للتشاور حول تشكيل اللجنة الدستورية السورية. وقال دي مستورا في بيان له أنه سيدعو دولا أخرى لإجراء مناقشات حول الموضوع في الوقت المناسب. كان المبعوث الأممي قد تم تكليفه لاختيار أعضاء اللجنة التي من المتوقع أن تعيد كتابة الدستور السوري، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات جديدة كجزء من الإصلاح السياسي لفترة ما بعد الحرب. قتل 5 أشخاص جراء سقوط قذيفة أطلقها مسلح المعارضة السورية على مدينة حلب الخاضعة لسيطرة الجيش السوري. وذكرت مصادر سورية أن القتلى هم طبيب و4 أطفال. أما في إدلب شمال غربي البلاد فتبنى تنظيم داعش الإرهابي انفجارا استهدف مقرا لجبهة النصرة في المدينة ما أسفر عن سقوط 6 قتلى. وذكر بيانا للتنظيم أن الانفجار جاء ردا على هجوم للجبهة استهدف مسلح التنظيم بمدينة سلقين وأدى إلى مقتل عدد كبير منهم. أعلنت مصادر استخباراتية عراقية اليوم مقتل قيادي في تنظيم داعش بمحافظة كركوك وهو ملقب باسم صاحب الرداء الأسود الذي يعد من أخطر قيادي التنظيم والمسؤول عن التفجيرات الأخيرة التي حدثت في المدينة. وأفاد مصدر عراقي أن القوات الأمنية قتلت القيادي الداعشي
وقتلت 6 من مرافقيه خلال اشتباكات بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة عن تواجدهم في أحد المنازل بقضاء الدبس في محافظة كركوك. أضاف المصدر أنه عثر بحوزة عناصر التنظيم الإرهابي على خرائط وخطط للأهداف التي كان يخطط التنظيم لمهاجمتها. دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين إلى تشكيل لجنة لإجراء تحقيق دولي مستقل في الإدعاءات المتعلقة بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في إقليم كشمير المتنازع عليه بين باكستان والهند منذ العام 1947. أضاف الحسين أن الصراع الدائر في الإقليم حرم الملايين من حقوقهم الإنسانية الأساسية، وأشار إلى أنه لم يسمح لمحققي الأمم المتحدة الوصول إلى أي من جانبي خط المراقبة. هذا هو أول تقرير أممي عن الوضع الإنساني في الإقليم المتنازع عليه بين الهند وباكستان، وأنا أطالب، هكذا قال مجلس حقوق الإنسان المؤسس لمفوضية حقوق الإنسان، بإجراء تحقيق دولي مستقل حول أعمال العنف الممنهجة والانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن في إقليم كشمير. اندلع حريق اليوم في برج بمنطقة لويشام جنوب العاصمة البريطانية لندن، وذلك تزامنا مع بدء إحياء الذكرى الأولى لحريق برج جرينفيل غرب لندن، والذي أودى بحياة 72 شخصا من جنسيات مختلفة. ذكرت وسائل إعلام أنه تم إرسال حوالي 60 رجل إطفاء وثماني سيارات إطفاء لإخماد الحريق الذي اندلع في الطابق 12 بالبرج، مشيرة إنه لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات، وجاري التحقيق في سبب اندلاع الحريق. في هذه النشرة أيضا ولكن بعد الفاصل، محادثات عسكرية رفيعة المستوى بين الكوريتين لبحث سبل التهدئة على الحدود المشتركة. زي ما قلت لكم أنا موجودة هنا كل سبت، لو عايزين تطمنوا على أي حاجة تشرفوا. اليوم ده طول قوي يا دكتورة. ولسه فاضل بيت حسين الرفاعي ونعمات، عايزة أروح أطمن عليها بقالها كتير ما جاتليش. بس يا ابني انت وهو، سيب اخوه هددوني. بس يا ابني انت وهو، بس يا ابني خلاص، هو اللي كسب خلاص اهو. اقفش، انت بتهربي مني يا نعمات؟ ابدا والله يا دكتوره. يا نعمات قلت لك 100 مره نظمي اسرتك بعد الولاده على طول وبدري بدل ما تحملي من غير ما تدري. ده ابوهم طاير طول النهار على كوب رجليه وبرضك مش مكفي يا دكتوره. دكتوره ده انت خليتيني من خلفتك مقهوره. نظم اسرتك تعيش في راحه وهنا. ده مفيش في الدنيا اغلى من الضم. أهلا بكم مشاهدين الكرام في أخبار المال والأعمال وأهم ما نتابع فيها. وزارة البترول تستهدف زيادة إنتاج حقل ظهر إلى 1,750,000,000 قدم مكعب يوميا في أغسطس المقبل. ذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه تم الانتهاء من تشغيل الوحدة الثالثة من محطة معالجة الغازات لمشروع حقل ظهر قبل الموعد المخطط بعشرة أيام، متزامنا مع تنفيذ خط الأنابيب البحرية المخطط لانتهاء منه في نهاية يوليو القادم للبدء في زيادة معادلات الانتاج، ليصل انتاج حقل ظهر إلى حوالي 1,750,000,000 قدم مكعب غاز يوميا في شهر أغسطس القادم، ويزداد تدريجيا حتى نهاية العام. شهد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا توقيع عقد رخصة إنشاء مصنع البروبيلين الجديد بمشروع مجمع سيدك بالإسكندرية الذي يأتي ضمن مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية للمجمع، ويستهدف المشروع إنتاج 500,000 طن من مادة البروبيلين و450,000 طن من مادة البوليبروبيلين باستثمارات تقدر بنحو 1,200,000,000 دولار. من جانبه أشار وزير البترول أن المشروع يمثل نموذجا للتكامل بين شركات البترول من حيث تعظيم القيمة المضافة لمادة البروبيلين والتي يتم إنتاجها في مجمع الصحراء الغربية.
قالت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط إن الأرقام التي حققتها السياحة المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي مبشرة للغاية، مؤكدة أن الوزارة تغلبت على العديد من التحديات الإدارية والمالية. وأوضحت المشاط أن الوزارة تعمل بشكل مختلف وجديد بهدف التواجد في أسواق جديدة من خلال استخدام الشاشات والإعلان والملصقات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي. تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس في آخر الجلسات قبيل بدء عطلات عيد الفطر المبارك. تأثرت البورصة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين أفرادا ومؤسسات، فضلا عن المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية قابلها عمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب أفرادا ومؤسسات فضلا عن العربي والأفراد. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 600 مليون جنيه ليصل إلى 907 مليارات و900 مليون جنيه بعد إجمالي تداولات وصلت إلى 2.5 مليار جنيه. قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح للصحفيين في موسكو الخميس أنه يتوقع اتفاقا معقولا الأسبوع القادم عندما تجتمع أوبك ومنتج النفط غير الأعضاء بالمنظمة في فيينا. وأضاف الفالح أنه لا يتوقع نزاعات مع إيران وفنزويلا خلال اجتماع أوبك الأسبوع القادم، حيث تعارض البلدان العضوان في أوبك مقترح زيادة المعروض النفطي. ومن المتوقع أن يتخذ اجتماع أوبك ودول من خارج المنظمة بقيادة السعودية وروسيا قرارا الأسبوع القادم بشأن ما إذا كان اتفاقهم الحالي لكبح إنتاج النفط بحاجة للتعديل. توقع وزير السياحة اللبناني واديس كيدانيان أن تشهد هذه السنة إقبالا كبيرا من السائحين لتكون من أفضل السنوات من حيث إقبال السائحين من كافة أنحاء العالم، مشيرا لأن لبنان يعتبر من أهم الوجهات السياحية في الشرق الأوسط والمنطقة. وأوضح وزير السياحة أن لبنان على أبواب موسم سياحي واعد في ظل الاستقرار الأمني الذي تنعم به البلاد. وأشار وايس إلى أن الوزارة ستقوم بافتتاح العديد من المهرجانات الدولية والنشاطات الترفيهية التي تقدم العديد من الأعمال الفنية التي يحييها كبار الفنانين اللبنانيين والعالميين في إطار جهود الوزارة لجذب السياحة. قالت الصين إنها تؤيد حل الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة عبر المحادثات. يأتي ذلك في وقت من المنتظر فيه أن يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كبار مستشاريه التجاريين لاتخاذ قرار بخصوص تفعيل رسوم على سلع صينية بمليارات الدولارات. من جانبه جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية موقف بلاده السابق من أن الاتفاقيات التجارية القائمة بين البلدين ستلغى في حال تم تطبيق الرسوم. أعلن البنك المركزي الأوروبي الخميس أنه سينهي برنامجه الغير مسبوق لشراء السندات بنهاية العام ليتخذ بذلك أكبر خطوة في تفكيك برنامج التحفيز بعد 10 سنوات من بدء التباطؤ الاقتصادي بمنطقة اليورو. ووفق بيان البنك سيتم خفض الوتيرة الشهرية لصافي مشتريات الأصول إلى 15 مليار يورو حتى نهاية ديسمبر 2018. وأوضح البنك في بيان له أن أسعار الفائدة ستظل عند مستويات قياسية منخفضة على الأقل حتى صيف 2019، ما يشير إلى دعم ممتد للاقتصاد وإن كان عند مستوى أقل. انخفض عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة على غير المتوقع الأسبوع الماضي، وتراجع عدد الأمريكيين المسجلين على قوائم العاطلين لأدنى مستوياته في نحو 44 عاما ونصف العام، مما يشير إلى تحسن سريع في سوق العمل. وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن طلبات الإعانة الجديدة انخفضت 4000 طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 218,000 للأسبوع المنتهي في 9 يونيو.
ختام أخبار الاقتصاد وعودة من جديد إلى الزميلة أمل رشدي لاستكمال البانوراما، ولكن بعد فاصل قصير. نشرتنا مستمرة، نذكر بأبرز ما فيها. الحكومة الجديدة برئاسة مدبولي تؤدي اليمين الدستورية، والرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بأن تكون هناك خطة تسليم وتسلم بين الوزراء للبناء على ما تم إنجازه. انتشار عناصر من القوات المسلحة لحماية المنشآت والمرافق العامة وتأمين الطرق لمعاونة وزارة الداخلية في تأمين احتفالات الشعب المصري بعيد الفطر المبارك. الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية يؤكد دعمه طلب الحكومة الشرعية اليمنية لقوات التحالف العربي لتحرير ميناء الحديدة وإنهاء الانقلاب الحوثي. أجريت في المنطقة منزوعة السلاح بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية محادثات عسكرية رفيعة المستوى لمناقشة تهدئة التوترات عبر الحدود المحصنة. ويسعى وفد كوريا الشمالية للحصول على التزام من سول بوقف المناورات العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية. بعد يومين من القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون في سنغافورة، انطلق عمل المشاورات العسكرية بين الكوريتين. وفي المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين بحث وفد عسكري رفيع المستوى مع وفد مماثل في كوريا الجنوبية تنفيذ الاتفاقات التي نتجت عن قمة كيم والرئيس الكوري الجنوبي التي تهدف إلى القضاء على خطر الحرب. لا يجب أن يكون الجيشان الكوري الجنوبي والشمالي بمثابة حجر عثرة في طريق تنفيذ إعلان بان مونجوم، وإذا لم يكن هناك أي عدو فيمكننا أيضا التغلب على المصاعب. ويسعى الوفد الكوري الشمالي إلى الحصول على التزام من سيول بوقف المناورات العسكرية مع الولايات المتحدة. وتعد المحادثات العسكرية بين الكوريتين الأولى من نوعها منذ ديسمبر من عام 2007، وتتناول الجانب العسكري، حيث طلبت كوريا الشمالية مراراً بوقف المناورات العسكرية بين واشنطن وسيول التي تعتبرها محاكاة لاجتياح أراضيها. أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الصين أكدت تمسكها بالعقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية حتى يقوم النظام بنزع كامل للأسلحة النووية. وقال بومبيو في تصريحات صحفية بعد محادثات في الصين مع وزير الخارجية وونغ يي إن رفع العقوبات والإغاثة الاقتصادية التي ستتلقاها كوريا الشمالية لن تتم إلا بعد النزع الكامل للأسلحة النووية، مقرا بوجود مخاطر بعدم التوصل إلى نزع السلاح النووي لكوريا الشمالي. من المقرر أن يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ بومبيو ليطلعه على مجريات قمة سنغافورة. بعد الفاصل آلاء حامد وأخبار الرياضة. أهلا بكم من جديد. في منطقة الحسين وتحديدا في حي الجمالية تعمل مبادرة قوتنا في شبابنا بمشاركة أكثر من 300 شاب على دعم وتطوير المنطقة من خلال التواصل المستمر لتوفير حياة أفضل داخل المنطقة. في هذه الأيام الفضيلة ومع قدوم عيد الفطر المبارك تتجلى أسماء آيات التكافل الاجتماعي في منطقة الجمالية بالحسين، حيث تواصل مبادرة قوتنا في شبابنا تواصل دعمها لأهالي المنطقة خاصة البسطاء منهم. احنا دورنا كجمعية خيرية ومؤسسة خيرية لازم يحصل تكافل اجتماعي بيننا وبين أهالينا البسطاء الموجودين في دائرتنا في الجمالية. النهارده اكتر من 6000 قطعه من الملابس الجاهزه بنقدمها لاهالينا البسطاء في دايره الجماليه. اكتر من 300 شاب بينظموا الحدث ده، قلنا برضو بقرب عيد الفطر المبارك، وده طبعا ده دورنا وهدفنا ان احنا بنطبق قدام اكبر صروح الجماليه بوابه الفتوح وباب النصر، وده يعتبر القاهره الفاطميه القاهره القديمه ايام ما كان في تكافل اجتماعي موجود في قاهرة المعز. وإيمانا بالدور الوطني للشباب المصرية جاءت مبادرة قوتنا في شبابنا والتي تتكون من 300 شاب لتؤكد أن الشباب المصري قادر على التغيير والتطوير. نكمل سلسلة الأعمال الخيرية والخدمية والاجتماعية اللي احنا بنقدمها في حي الجمالية ومنشية ناصر بمعرض خيري الملابس جاهزة مجانا، بنقدمها أكثر من 10,000 قطعة زي ما حضرتك شفتي. بتتكلم المواطنين علينا
من جميع انحاء القطاع غرب عندنا، من الجماليه ومن باب الشعريه ومن الدار والضلب الاحمر منشيه ناصر. نعمل تواصل مع رئيس الحي، نعمل قوافل مع قوافل طبيه مثلا حاجه معينه، ونعمل تواصل مع وزاره الصحه، ونعمل القوافل دي ونتواصل مع مواطنين ونشوف اهم المشاكل بتاعتها. يبقى في تواصل مع الحي النهارده في مثلا نظافه في حاجه معينه، ايه اللي نقدر نقوم بيه. ويبقى دائما الأمل هو المحرك الأساسي للمصريين، كما تبقى النماذج المشرفة التي تعمل على خدمة المجتمع المصري نماذج يحتذى بها للخروج بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة. أمل صبري، النيل. اعتمدت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم أسماء الفائزين بجائزة التفوق، وذلك ضمن اجتماع أعضاء المجلس الأعلى للثقافة لإعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة للعام 2017 في الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية. اجتمع المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الوزيرة إيناس عبد الدايم لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة للمجلس بشأن تنفيذ القانون الجديد رقم 138 لعام 2017 المنظم لعمل المجلس. المجلس الأعلى للثقافة الخاص بمصر يعني في قامات عظيمة جدا جدا، مهم جدا تفعيل هذا الدور في المرحلة المقبلة لرسم السياسات والوضع خطط كبيرة وعظيمة بكل القامات اللي موجودة دي وخبراتها. الرئيس أعلن أنه بناء الإنسان والثقافة في مقدمة برنامجه للمرحلة القادمة، فده بيلقي مسؤولية كبيرة جدا على مؤسسة بحجم المجلس الأعلى للثقافة، أنه هو نفسه لابد من تفعيل دوره وتفعيل قدرته على التأثير في باقي الدوائر الثقافية في المجتمع. إصدار التشريعات والاستراتيجيات التي تنفذ الدستور فيما يتعلق بالفصل اللي استحدث في دستور 2014 بعنوان المقاومات الثقافية. خلال جلسته استعرض المجلس القانون رقم 8 لعام 2017 وتعديلاته بشأن منح جوائز الدولة، وأهمها تخصيص جائزة النيل للمبدعين العرب لأول مرة بما يساهم في تحقيق الريادة الثقافية لمصر. احنا مهتمين بدور الشباب، لكن احنا بيجينا جوائز مترشحة، يمكن جائزة تفوق أو جائزة تشجيعية، يعني بينال الشباب منها جانب كويس جدا، لكن نتمنى إن شاء الله إن الشباب برضو يلعب دور أكبر في عهد القيادة الجديدة. أنا بتمنى للكل الفوز يا رب بإذن الله. بنقول مبروك للي حيفوز، واللي مش حيفوز نقول إن شاء الله المرة الجاية يبقى لك نصيب في الفوز بإذن الله. من جانبه وافق المجلس على تحويل جائزة نجيب محفوظ إلى جائزة عالمية في الإبداع مع زيادة قيمتها المالية. دور مهم للمجلس الأعلى للثقافة لمتابعة وتطوير السياسات الثقافية في مصر، خاصة في بداية مرحلة جديدة من عمر الوطن تقتضي بناء الإنسان، تنمية الفكر والإبداع، والتأكيد على الهوية. ياسين سيف، النيل. وختاما هذا تذكير لأبرز ما جاء في هذه النشرة من أنباء. الحكومة الجديدة برئاسة مدبولي تؤدي اليمين الدستورية، والرئيس السيسي يوجه بأن تكون هناك خطة للتسريب والتسلم بين الوزراء للبناء على ما تم إنجازه. انتشار عناصر من القوات المسلحة لحماية المنشآت والمرافق العامة وتأمين الطرق لمعاونة وزارة الداخلية في تأمين احتفالات الشعب المصري بعيد الفطر المبارك. الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية يؤكد دعمه طلب الحكومة الشرعية اليمنية لقوات التحالف العربي لتحرير ميناء الحديدة وإنهاء الانقلاب الحوثي. نهاية النشرة، إلى اللقاء.